احكي لك الوقت. كان قدم الموضوع التالي اللي يخص محمد علي بن رمضان. سمعنا أمير توفيق المدير التنفيذي للفريق الأهلي المصري كان عاود حل، خلينا نسألك أنت في هذا، عاود حل موضوع محمد علي بن رمضان والأهلي المصري، يكشف في الأسباب الحقيقية متاع عدم انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي. يقول أنه اللاعب كان راغب أنه يجي للأهلي على عكس ما تردد، وعلى عكس حتى ما قاله لي الوالد متاعه، وأنا قال لي ليه حب يبقى في أوروبا. فقط الطلبات المالية الكبيرة للفريق متاعه في نيس فاروش هي لما خلتوش يجي للأهلي. يقول الفريق هذا كان يطلب 3 مليون دولار كاش بلاش حتى تقسيط، الأهلي عرض 1.8 مليون دولار ومع التقسيط. هذا نقطة الخلاف كانت بين الأهلي والمحمد علي بن رمضان، رغم اللي اللاعب وكلاءه وضغطه على الفريق الأوروبي حب يجي للأهلي. هذا مسلسل ولا؟ جيني أنا بعد نعطيك التفاصيل متاع فما حاجة نقول لك عليها. من حق فرنش فروش النادي متاع محمد علي بن رمضان يطلب المبلغ اللي هو حاجته به، هذا من حقه. ومن حق محمد علي بن رمضان إذا المبلغ اللي أعطته له لالي بالاتفاق مع النادي متاعه من حقه باش ينتقل للالي، فما حتى مشكلة. هنا الحاجة الباهية الحمد لله، حتى لو مثلا صارت مشاكل أمان أنتوندو ما نحبش نقول مشاكل بين فرنك فروش والنادي الأهلي، على الأقل الترجي الرياضي بعيدة من هذا الموضوع، لأن فما جحيات صارت، وأنه الترجي الرياضي هو اللي قاعد يعرقل في مش صحيح. هنا فما نادي اسمه فرنج فاروش المجري محمد علي بن رمضان يلعب في هذا النادي، من حق النادي متاعه يطلب المبلغ اللي هو يحب عليه. شفتوا؟ خليني ناخذ رايك يا من قلت لي عندك صحيح، ولو انه يجيني تعليق او سي علي حتى على موضوع الحل هناك بلكا، يقول لي هل من عادي عمار السوايح ما يكونش موجود في الليسته متاع الكاف برو؟ مش عادي. دونك فما ظلم وحابات بليك قلت مفهميش والله مشكور حتى اللي بعث لي التعليق فكرني في اسم عمار السوايح والناس الكل نعرف عليهش من موقفه من القضيه نتاع هدايا الشابه ورئيس الجامعه. قول لي سي خويا سلام، شوف جيو دوسيات تحد دوسيات انت ولا دوسي عمار ما تخللناش اللجنه ابدا. واضح دونك نفهم اللي فهم وحابات واللجنه ما تتسالش تقول لك شبيه عمار السوايح مش موجود اللجنه. خويا جيك الدوسيات تاخذ الناس اللي موجوده. واضح، خلينا نكمل يعني على موضوع شوف محمد بالنسبه للمسلسل نتاع محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان معناتها المعلومات اللي في بالي بها معناتها من اول اخر وفات السيزون نادي الاهلي حب يتعاقد مع محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان ملك النادي المجري. النادي المجري قال له ما نجمش نتفاوض مع محمد علي بن رمضان توا الا بعد الشامبيونز ليج، كاليفيكاسيون تاع الشامبيونز ليج. صارت الكاليفيكاسيون تاع الشامبيونز ليج ما ترشحت لوروبا ليج، اعطاه مبلغ اللي قلت عليه 1.4 مليون دولار، مليون دولار. النادي المجري طالب 10 مليون دولار في محمد علي بن رمضان من الاخر، معناتها فهمتني دخل النادي الاخدود السعودي حسب امير توفيق. خلينا امير توفيق كله كلام اسمعني، راه فما خاطر فما واحد في النص اللي هو خاطر هو عنده وكيل اللي هو عزيز بن عيسى الوكيل نتاع محمد علي بن رمضان، وهو معناتها الوكيل نتاعه. بالنسبه للاخوان في مصر وكل البوليميك يصير كل ما فماش منها حتى شيء. محمد علي بن رمضان عنده الرغبه باش يمشي الاهلي، لكن ماهوش من على ملك روحه. ليكيب فارضة كيما كانت العيدوني كي تبيع البرلين تبيع برشا فلوس. الكيب هذه تجيب جوارات معناتها كيما نقولوا فيهم تخلصهم شوية أما تبيعهم برشا فلوس. 10 مليون دولار حتى الواحد الخدود السعودي كيف 10 مليون دولار 10 مليون يورو مليون يورو قد يجيب في تونس 35 مليار. اي هو العيدوني بتبيع ب 15 حسب امير توفيق كلامه يقول 3 مليون دولار. لا فماش منها الحكايه، والله ما فماش منها الحكايه، فماش منها الحكايه. الحكايه انه الفريق نتاعو طالب الفلوس هذيا ومراسلات صارت ومذكرش وقتها سي ومش يجي ومش يمشي وفي في 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 مصر ما فماش منها الحكايه. محمد علي يترن قال لهم تصرفوا مع بعضكم، انا عندي الرغبه باش نمشي الاهلي مي انا على ذمتي نادي الاهلي. بوليميكا اللي صارت بوليميكا كيكا من سامحني بربي سامحني دي سكوند برك والبوليميك راهي صار كلها راه شنو كيما قال سي رضا اللي يحبوا يدخلوا الترجي في الحكايه اللي هي الاهلي صحيح ما فماش منها راهو هذا كله. علاش دخلوا لوسبيرونس في الموضوع صحيح فوالا يا اخي جوار حر لوسبيرونس الاهلي باش يلعب فيها بالرمضان ما لعبش بالرمضان ما عادش تبع الترجي الرياضي التونسي جمهور الترجي ضغط ما هو ما تاعهم في البيج المصاروا الاهلي فيها بالرمضان ما لعبهاش بالرمضان. لوسبيرونس ديما فوق الشبهات ما عندها حتى دخل في الموضوع. مش الهيئه نحكيو على الجمهور ضغط ما يحبش لاعبه
يلعب في الغريم الازلي في افريقيا معناها. ثم هذا تو نحن في عهد الاحتراف خويا اسلام. اي متفاهمين متفاهمين. اما الجمهور في مخه مش ما عندوش احتراف. فوق الشبهات وما اثرتش عليه، بوه اثر عليه ما اثرتش عليه، هذيك عائليا ما بيناتهم. صحيح. لكن نحب نقول الطرجي اكبر من اي ملاعبي باش يمشي الاهلي ولا يمشي البايرن ميونخ. ربي نجحه وربي يوفقه. ولدنا ذاك نتاع منتخب نفرحوا بيك يجي لتونس ويلعب المنتخب ويعطينا البلوس. اما الترجي لا وقفت على طارق ولا تميم ولا باش تقف على بو رمضان. لا لا هما اسمعني راهم يحبوا يدخلونا في الحكايه هذيا. هما هما ديجا معناتها جماعه الاهلي المصري معناتها الميديا والبوبليك كل شيء خاطر عارفين الترجي الرياضي التونسي تو رجع بقوه. مش نقول لك معناتها لا فيريتي راهو فهمت ولا الترجي ولا يخوف. دونك بدات الخدمه من تو. كوب دي موند وبرشا. كم معك ناخذ تعليق. لا كملاعب انا كنحكم عليه الحقيقه ملاعب اعطى للكره في تونس سيرتو الفريق نتاعو الترجي. تعدى بريود 5 سنين في الترجي، جات بريود الحقيقه بالرمضان من احسن لاعبيه في البطوله التونسيه. سي لو مومون باش يبدل الوجه. لازم تقول لي اليوم جمهور الجمهور راهو ما ما عنده حتى دخل اليوم في فريق عطاق. حتى انت كجمهور لازم تخمم في مستقبل ملاعبك كولدك. اليوم يحب يطلع نيفو اخر، حاب يشوف جمعيه كيما نقولوا، حاب يمشي لوروب كيما قال لك يامن. صحيح كيما نقولوا حسبه كيما نقولوا باش من الفريق هذا باش يتحول لفريق اخر في اوروبا كيما نقولوا شامبيون تاع فرنسا المانيا المانيا حاجه هكا. ما مشاش ما مشاتش. ممكن كيما قال لك الخيان فما تنجم تمشي مازال لاعب. كي نسمع انا دي زوفر تاع الاهلي المصري. الاهلي المصري خويا راك شفت الكارير اللي عملها علي مرور ككارير ككرة كتيتروات كفلوس. تونس تونس انا شغل هذاك بوجبان علي معلول عليه معناتها الحقيقه كان الراي معناتها عليه معناتها علي. اي بيان سور معناتها ممكن بن رمضان كي ما مشيتش الحقيقه الوجه نتاعو فريق اوروبي اخر. انا الراي احسن شويه عملها في الاهلي خاطر الاهلي نعرفوا فريق كبير وحتى في الفلوس يعطي خلص اكثر من لاعبي. وفي 25 كوم معناتها محمد علي بن رمضان سي لو مومون اليوم باش يعمل كارير باهي وفلوس باهيين معناتها. نشوف فاصل الموسيقى وبعد نكملوا اخر جزء من حصة نتاعنا اليوم.